تظاهر عدد من اللاجئين السوريين في مخيم كهرمان مرعش احتجاجا على أنباء حول نية ترحيل بعضهم من الخيام التي تؤوي 3 أشخاص فقط. وقالت مصادر محلية إن الشرطة التركية اقتحمت المخيم واستخدمت المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، كما اعتقلت عددا منهم، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق قبل أن تفرض القوات حظرا للتجول على المنطقة. وللمزيد من التفاصيل حول حقيقة ما جرى في المخيم معنا من مدينة غازي عنتاب التركية عبو حسو الخبير في الشؤون التركية. أهلا بك سيد عبو، بداية لو توضح لنا حقيقة ما حصل داخل مخيم كهرمان مرعش. نعم طبعا، مخيم كهرمان مرعش هو مخيم كرفانات، مخيم جديد أنشئ في الشهر 10 عام 2016 ويستوعب ل 25 شخص، لكن حاليا الموجودين في المخيم يقارب عددهم حوالي 20,000 شخص، تم نقلهم من مخيم مرعش القديم. فهناك منذ يومين قامت السلطات التركية بنقل 5,300 لاجئ عراقي من منطقة تل عفر والموصل الذين صار لهم سنتين في مخيم إصلاحية التابع لمدينة غازي عنتاب بنقلهم إلى مخيم مرعش، مما أثار ردود فعل من السوريين الموجودين في المخيم لسببين اثنين. السبب الأول أن معظم بعض القادمين العراقيين الموجودين كان في مخيم إصلاحي هم من التركمان الشيعة، وهذا أثار بعض الحساسية عند البعض. السبب الثاني أن بعض القاطنين في المخيم، هناك من يسكن شخصين أو ثلاث في بعض الكرفانات، والكرفانات تستوعب لأكثر من 5 أشخاص، فلذلك تم الطلب من هؤلاء إما بالانتقال للسكن مع أقربائهم ضمن المخيم نفسه أو خارج المخيم لحين انقضاء فصل الشتاء، وذلك مما استدعى ردة فعل من الناس الذين طلب منهم ذلك. فقام حوالي 2000 شخص البارحة بالقيام بمظاهرة ورشق رجال الأمن التركي في المخيم بالحجارة، مما استدعى إلى تدخل قوات الجندرمة وفض المتظاهرين بالقوة، وتم تفريقهم عبر رشهم بغازات مسيلة للدموع. طيب سيد، هذا ما حدث، لكن وبعد ذلك تم فرض حظر تجول. اليوم الأمور هادئة حتى أنه طلب في صلاة الجمعة من الناس الهدوء والبقاء في منازلهم وكرفاناتهم. الأمور اليوم أهدأ. طيب سيد عبو، الأمور أظن في طريقها إلى الحل. جيد سيد عبو، ما مصير المعتقلين؟ هنالك معتقلون، ما مصير المعتقلين الذين تحدثت عنهم المصادر المحلية وذكرت بأن التظاهرات كانت سلمية؟ نعم، للأسف حتى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي من الجهات التركية، وحتى وسائل الإعلام التركية لم تتطرق إلى ما جرى في مخيم مرعش، لكن باعتقادي بأن سيتم إطلاق سراحهم لحين تهدئة الوضع وعدم تضخم الأمور وتوسع حدة المظاهرات، فلذلك أعتقد بعد أن تهدأ الأمور سيتم إطلاق سراحهم، هذه قناعتي، لكن لم يصدر تصريح رسمي حتى الآن. نعم، شكرا جزيلا لك الخبير في الشؤون التركية عبو حسو، كنت معنا مدينة غازي عنتاب التركية، شكرا جزيلا لك.